بسم الله الرحمن الرحيم فرينتن وحي كسعطاء جالية الصوماليات كل قن مقالة قولمبوس قبل كأوهايو ولا ليال بريتولة هدي إلى هاي رهدو سقال كأرور نمو وحا دعي دونتا محكمة دي لسو استاجيني نمانكي كو آذيسنا ديلكي يا أفدوبكي يا دعي لوغيست شيخينا شيخ محمد حسن الله نحرستو سي أي محكمة يددك تشوغي حربيك تأه يقضاد أي أركان ميزانك وشيخين ولكن إمامك كلها مجتمعيسة وحان قفول بكعود سنينا أو أي فرينتني سوغاريسو إن بريتول اللي يما دمش إن اللي يما دكليا ما إن قفول بقف أما صدح قفوح وصوك حينكرو وصوك حيو أديغو قلبي قشانا يا إناد إلهي درتي أصمين سما دام رسول صلى الله عليه وسلم يري والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه قفك انتو ولالك يوهي لن يهيبو إلهينا سبحانه وتعالى دنتي سأقو مقيني وأحبدا با إلهي نوغحرا سمر كان إلهي أغهل الدنيا هنا وحان أمرينا وضادا أو أه ولالك حقي سينا الرادين وحان كعلينينا مركا بالريتولة عنوانك إيا أدريسك الشاشة ده هو سيدات كاركيسان سقال كارور نمو إن لا إيسا صوتو لو ذا يمادو كتشالي دهان سيديانو صوبحني مالك المدهرادي نسانو صوبحني مالك أنو حبالي نسانو صوبحني مالك أنو ميت كسرادنيني إن بريل سوصو ضبحو إن شاء الله تعالى لما أنت المدى سان صدر دار مينا عنوانكم وحكي على الشاشة ده هو ستيدا تاسا إنو برينو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم وحن الله لنا جاليد الصوماليات كولومبوس أوهايو سودو والالكين إيقاه الرئي شاخ رسيد وشاقي بريتو وحاد عدون تا محكمة دي شاخونا وشاق محمد حسن ومارتا يدعى يسو بريتو ساقالك السباح نمو حلقة عسنا جاليد الصوماليات إني محكمة دا سيكا سوقيب غلا نوالي بس إنديفيجوالي يسو جروبا لوغا سوقيب غلا نبي عليه السلام وحيري والله وحيري انصر أخاك ظالما أو مظلوما ولالك أقرقار هدو أهل ظالم يا هدو مظلوم يا هاي مركا هدو إساقو وابا مظلوم با حقي سي با مارت مقن سي مركا إيه مارت واق سي أدو قرب استاكتو ولالك أو إمو قرب استاك محكمة دا بريتو ساقالك سواحن ما كسو قيب قل العنوان كله قرانا هوسنا شاشتا ان شاء الله سوا كسو قيب قل تاصل نكرر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ولا ليال وحن هل كان كسو جيدين إن شاء الله تعالى عدسي إيو إن مارت إعلان كساب سن أرنتي محكمة دي الشيخ محمد قديدي سام أرنتي سي إن شاء الله تعالى تتكي له يستي أرنتو هذا إني بريجرته وأحدا تاريخ لنا أي تهي جولاي طبعا كذا سقالك أرور نمو وحن كعد سنينا ولا لها بلشدة صومالية كولومبوس أوهايو كنول إني كسوقب قلان أو أي موجيان تاغيرا دي أوهايان ولالكو دي قودين لوكو كدعين شيخينا الله نحرستو واسقالك أرور نمو وادي كعد سنينا حلقة سوقب قلو وواجب ديني وحاوي قفك ولالك هذا ونصرين تيسي ومارتي وقرمشدي سواي إن سبورت كاسي أما تاغيرا ديس أو موجينينو waxay sameyn kartaa saameyn weyn bay sameyn kartaa xagga maxkamadda waxaan idin ku codsanaynaa mar kale aan ku culinayna walaalayaal inaad ka soo qayb gashaan maxkamadaasi sagaalka aroornimo adreeskan insha Allah ta'ala waxaad ka arki doontaan shaashada TV-ga وما سنتي وجزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله سيده الاعلاميه وحان سي حشمت يا ولاالنمو يا شرفه ugu codsanayna walaalaha reer Columbus Ohio inay ka soo qayb galaan barito isu imaatin la isku imaanahayo dacwad ama go'aanka gaarida ninkii loo haysay inuu qayb ka ahaa dadka Sheikh Maxamed Xasan oo muddo hadda 6 bilood soo dhaafay dacwadii socotay birna go'aanka dami laga qaadan doono 9 ka soo xayaal subaxnimo ayaa la isku imaan doonaa maxkamadda fadlan imaanshihiina iyo matqana buuxintina maxkamadda la soo buuxiyo wax badan ayuu ka bedeli kara go'aanka case laga qaadanayo sida daraadeed reer Columbus waxaan si markale si sharaf lagu codsanayna inay ka soo qayb galaan iskumaatikaas Brito 9 o'clock iyo maxkamadda waa 345 South High Street meesha maxkamadda ah ee Franklin County waxaan u ballan marka 9 o'clock iyo maxkamadda insha Allah jazakumullahu khayran bismillaahir rahmaanir rahiim
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما أنت وحان سووا نمت هل كان ميتين لوغة هاد لايي أرنتي إمام كينا الشيخ محمد حسن آدم وصنة دي بركة هر لقود لي مقالة دان مركة محكمة دي إن ننكي لبعض محكمة دي سي أي نقطي إن مسترايل هادنا الله رهو مركة وحان ربنا إن dilkii dhacay iyo wixii dhibaato sheekhi loo geystay iyo community-ga qaybaheedii ugu muhiimsanaa oo la burburiyay in aan u istaagno oo aan niraahno waxaan u baahanahay cadaalad ummada Soomaaliyeed waxa laga codsanayaa inay soo baxaan oo banaanka ay u soo baxaan ay soo istaagaan الشيخ محمد إلهي نحرز جنها السيو واتقي لكن ولا لها كمدا إياه وحيري وضحها لك يا مرين أيها نقرين نوارهن هذه السيدان لغو سيدايو دادك ديلك كدن بيه وحاد عيسى إن مالي والبقوف قيمة بضان بلشادة سوماليات ودن هيدي إن للابح دونو لديل دونو إن عد سورستان أي سنجري دونين مركو حانو باهن هاي إن أمد سوماليات إن سو إستاغان أو حقوق دو أيو إستاغان أو أي نفتو دكوا نونو لفو دا دفاع دان وايد السلام يا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وتجدد ان قلبت هذا كان دوبينا وها ويه وها جيري سي الله سوتان امام محمد حسن وها لدلي ونمن دمبيريال هو ادلين خل سنه بركور محكمه السيبان سوتاي وها موقته ان اي سن سيدي انو ربنا اسن وحو سكون سدا دراديد بولشاد سوماليد واسو سو بخايسا مالنت جمعاده او سو سوده 3 o'clock waxaan ka codsanaynaa hadayna isoo heelin oo aynaan isgarab istaagin waxa weeyaan qof walba maalin saameel lagu helaya sida daraadeed waxaan ku dhiirigelinaynaa ummada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Columbus iyo nawaaxigeeda inay soo baxaan kana soo qayb galaan banaanbax aanu ku muujinayno aan ku codsanayno cadaalad kuna muujinayno inaan raali ka ahayn in nimankii dilay Sheikh Maxamed banaanka loo soo daayo oo ay bulshada ku soo noqdaan iyagoo oo maxaa la yiraahdaa aan ognahay dibka naga soo gaaray sida daraadeed waxaan ku dhiirigelinaynaa culimada dadka Soomaaliyeed ganacsatada hooyooyinka iyo dhamaantiinba inaan u qaadan farriintan sahlan inaan u qaadan inaad nagala soo qayb gashaan maalinta Jimcada oo soo socota 3 o'clock oo la isugu imaanayo maxkamadda ku taala Franklin County oo downtown ku taala waxaan rajaynayaa qof walba oo halkasa oo magaalada jooga inuu ka qayb qaato banaanka uu soo baxo bari subax oo isneena bishuna ay tahay 12 bishuna tahay 10 waxa 9 markay tahay subaxii ama 9 o'clock maxkamad ugu dambeysay la saaraya laba nin oo lagu eedeeyay inay Maxamed Xasan dileen mid kamida sida daraadeed waxaan u baahanahay dad badan inay bari subax noo yimaadaan qof kasta oo waqti heli kara tomorrow 9 o'clock iyo maxkamada Franklin County baan ku codsanayaa inaad noo timaadaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين الحمد لله رب العالمين وحام هذه أماني درجة واحدتي إلى كونكن أبوري أسيقا يعني كما هاد علينينا وناقي إيوح والبونو سمي أنا سوكو بكرن ولا لأ الوحان ما انتهى لكنا سوكو نمدي إنا نكون ورقل إنه إن شاء الله بنا دينا ماذا سيدة إيكو جرتو أما مسلين ماذا أيتها أما سيدة ودجرك صومالين ماذا نولغا بايا إنا نوجساقنو حقنا حقا ولكن كاسو أن لنا بريتو محكمة دا هدي إيه بنفط نقسمه إن شاء الله بريتو سدع ساعة وصباح نمو سيدة بلانتين أي تهي إنا كاسو وضقائب قشان بسم الله الحمد لله آد باو محسنتي مولا ليال كلان وحانا سغني بيد كوميونيتي غال كان أي كغوض هاد ليسي كغتشان ليسي ولكن شيخ محمد إمام محمد حسن آدم وكيس كيسيو محكمة دا كسعوده كيسكي لبا قفو لو هايستي كي كوباد و بريتو محكمة لي هاي و قبل قبل و يهاي ولا عنا كقبتي بلشدة صومالية هل كان جالية دا كولومبس كيسكي نكي ديلكا لو هايستينا و بلاما يا بشا أفريا طبانك بشا أغسطو نغسو آدن إن كوميونيتو أي كتشتو iskawar isato sidii ay ugu soo banaabixi lahayd ay taageero ugu muujin lahayd familyga iyo jaaliyada Soomaaliyeed oo inaga dhanbu naga baxay si dulmi ah oo xaq darro ah dil naad fulx lagu geystay in arrinkaasi jaaliyada Soomaaliyeed ay ka dhidhiso
ayaan halkaan isaga nimid dad walaal ah oo culumada masaajida madaxdi bulshada dhalinyaro rag iyo dumar ba ayaa halkaan kaga soo qayb galeen maanta oo ahad ah waxaan rajaynaynaa in barito sidaas oo kale ay bulshada isu soo bixi doonto ilaa iyo keyska bisha agoost dhamaanayna aan qoyskan garab taagnaan doono hadii aleedmo waxaan rajaynaynaa inuu guul ku dhamaado oo xaqii dadkii xaq darada ku dilay xaqii lagu lahaa loo qabsado cadaaladna halka laga helo ayaan rajaynaynaa sidaas aan halkaan isugu imid idinku inaad qayb ka ahaataan ka soo qayb gashaan aad baad ugu mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مان جالية دمانتا كوكولون سنت فوكس ليرن أكاديمي ومحسنين وحن هل كان مانتا عن واحد ليني جالية كوهرن سنيسي دعوذي شو محمد محكمة دا يو نتيجو إنك كسب بحي يو حلا فلانكرو وحن قوان قارني إن جالية بريتو إمادان محكمة دا هرتيدا address ko 345 South High Street and wa 345 South High Street way maxkamada and waana dabaqa 7F and berito waxa and jiro hearing oo ninkii labaad and la keen doono and kaas oo ay codsan doonaan in uu maaragtay laga yaabo in uu baxo oo baan ku baxo and iyo dawladda oo codsan doonto in la sii hayo marka waxaan u baahanahay jaalada looga baahan yahay oo maanta lagu arinsaday number badan in lagu yimaado insha Allah taala waxaan rajaynaynaa in ay iman doonaan dad inta badan sida lagu balamay inta numaq leeyso oo muuqayna taqaan waxaan rajaynaynaa in ay yimaadaan ayaan idinku codsanaynaa insha Allah taala in barito oo isniin ah oo bisha 17 sagaal ka subaxnimo waa 345 South High Street waxa xigo barnaamij weyn oo loo madalsan yahay oo loo kulansan yahay oo dhici doono jimcahan soo socda ayadan masaajidada ayaa laga eeclaamin doona basaska waxa laga raaci doona masaajidada waxa la tigi doona downtownka court house ka hortiisa ay ka dhici doona barnaamijaha oo cadaalad lagu codsan doono jaaliyada Soomaaliyeed meel kasto ay joogan Columbus oo ahay muslimiinta waxaan ka codsanaynaa inay garab istaagaan imaamkooda oo maalin cad magaaladan lagu qashay oo dhibaatooyin lagu geystay in aan xaqeena cadaaladeena raadino nin walbana taas ayaan ugu baahanahay garabkaas maanta waad salaamantihiin dhammaan jaaliyada Soomaaliyeed ee Columbus inta ka soo qayb gashay inta codkeena taqaan inta na taqaan oo maqleys salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh